بقت مصاحبة زوجات مطربين المهرجانات وبتحضر حفلاتهم وبتعمل دعاية وإعلانات للمنتجات، وتحولت لبلوجر مشهورة على السوشيال ميديا. ريم طارق حياتها اتغيرت 180 درجة بعد انفصالها عن حسن شاكوش، ومش عارفة ترجع لحياتها القديمة. يا ترى ايه الحكاية؟ خلال الفترة الأخيرة رجعت ريم طارق طليقة حسن تتصدر الترند على السوشيال ميديا من تاني، لكن المرة دي مش بخبر انفصالها أو مشاكلها مع شاكوش، لكن بحضورها حفلات زوجات مطربين المهرجانات ووجودها الكبير وسطهم. فحياة ريم اتحولت 180 درجة بعد انفصالها عن حسن، لأنها تعرفت على عالم جديد عليها هو عالم النجوم والمشاهير. فتعرفت على زوجات مطربين وبقت واحدة من صحباتهم المقربين اللي دايما بتحضر حفلاتهم وبتجاملهم في كل مناسبة. فكانت ريم حريصة أنها تشارك شمس مرات حمو بيكا فرحتها بأسبوع بنتها تاج. راحت أسبوع ورقصت معاهم وكمان اتصورت، فعلاقتها الكويسة بيها استمرت حتى بعد انفصالها عن شاكوش. مش بس كده، ريم بقت صاحبة جهاد مرات عصام صاصة، واللي بيعتبر حالياً واحد من أشهر مطربي المهرجانات. عملت عزومة كبيرة لكل صاحباتها على فسيخ أم مكة، وكانت ريم من ضمن الموجودين. اتصورت معاهم، فريم بقت صاحبة لمراتات مطربين المهرجانات وبقت واحدة من عالم المشاهير والنجوم. كمان ريم اتحولت من بنت بسيطة لواحدة من أشهر البلوجرز حالياً. اسمها متصدر الترند وبيخلي أكبر البراندات تتواصل معاها عشان بس تعمل لهم إعلان عن البراند بتاعهم. بقت بتعمل فوتو سيشن لبراندات اللبس وكمان موديل للميك اب، ووصل عدد المتابعين بتوعها لأكتر من ربع مليون متابع. فريم وحياتها من بعد شاكوش اتغيرت تماماً. فالأول ريم كانت خريجة سياحة وفنادق وما اشتغلتش قبل كده، لكن بعد ما انفصلت عن شاكوش اتحولت لشخصية عامة بيستضيفوها في اللقاءات، وبقت ترند على السوشيال ميديا وكمان بلوجر مشهورة. كمان بقت متفاعلة جداً مع البنات اللي بيحبوها ويتابعوها ومعجبين بموقفها مع شاكوش، وده اللي خلاها دايماً بتتكلم في الستوريز بتاعتها عن العوض عشان تدعم البنات اللي مروا بنفس تجربتها، وإن إزاي الستات والبنات يكملوا بعد انفصالهم من علاقة عاطفية. كمان البنات بقوا دايماً بيسألوها على الأسك، وبقوا بيحبوا يسمعوا نصايحها عن العلاقات العاطفية وياخدوا رأيها في خلافاتهم وعلاقاتهم الزوجية، وبقى ليها متابعين وفانز من الدول العربية كلها. أما ريم فمش بتتردد تتفاعل معاهم، فبدأت تشارك المتابعين يوميتها زي رياضة الكيك بوكسنج اللي بدأت تمارسها، وبدأت تتفاعل مع الجمهور بشكل أكبر وتشوف أسئلتهم وتجاوب عليهم، وقررت ترد على المتابعين بتوعها على إنستجرام من خلال خاصية الأسك. ومن كتر شهرتها اللي كل يوم بتزيد عن الأول، بدأ المتابعين يتوقعوا إنها ممكن تمثل الفترة اللي جاية بعد ما بقت ترند في كل حتة وشهرتها بقت زي شهرة شاكوش. فيا ترى ممكن نشوف ريم فعلا بتمثل خلال الفترة اللي جاية، ولا هتكتفي بأنها تكون بلوجر معروفة؟ Thank you.